تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت احتفالية بمركز شباب طيبة العوامية لذوي الهمم بالأقصر لتكريمهم ودمجهم في الحياة العامة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أمانة التحالف الوطني بالأقصر ومؤسسة دليل الخير للتنمية وبالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. أهالي العوامية يتقدمون ويشكرون فخامة السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على الجهد المبذول من التحالف الوطني على مستوى الجمهورية لمساعدة ذوي الهمم داخل مدينة الأقصر ومحافظة الأقصر، وإحنا النهاردة أسعدنا بكم وإحنا شكرا على هذا المجهود لهذا التحالف، بارك الله فيكم. كما نشكر سيادة النائب أحمد يوسف إدريس منسق عام التحالف بمحافظة الأقصر. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة العظيمة تحت رعاية التحالف الوطني لمحافظة الأقصر بتقديم العيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لذوي الهمم على مستوى محافظة الأقصر وقرى وضواحيها. وكان التجمع اليوم بمركز شباب طيبة بالعوامية وقد نال التنظيم والرضا جميع الحاضرين، الحمد لله تم اليوم على خير بتوفيق من الله. ونشكر التحالف الوطني بالأقصر تحت قيادة النائب السيد النائب المحترم أحمد إدريس، ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى للمبادرة أن تجوب قرى وضواحي محافظة الأقصر جميعا. أنا عارف إني مختلف ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها، أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكم نصر أرتاح لها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين، قلت الكمال إنك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في